بسم الله دائما وأبدا تكون البداية والاستعانة والانطلاقة على بركة الله وتوفيقه، ثم بجهود اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة التي تشهد هذه التحديات وهذه الانطلاقة الموفقة والسليمة بعون من الله سبحانه وتعالى. انطلقت أول أشواطنا في هذا الصباح الجميل الذي يحمل في طياته اليوم 11 ويحمل في تاريخ صباحية يوم الثلاثاء 28 من شهر إبريل لعام 2015 لتكون حاضرة هذه الانطلاقة في آخر أيامنا بالنسبة للفترة الصباحية من مهرجان ختامي الوثبة لعام 2015 التي تحظى بهذا الاهتمام الكبير والدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والاهتمام المستمر والدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي حفظك الله يا أبو خالد وجعلك ذخرا لنا يا رب العالمين، والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كذلك الدعم المتواصل والحضور المستمر من سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة، والدعم الغير مستغرب من مؤسسة هجن الرئاسة الداعمة لرياضة الآباء والأجداد. نلتقي في هذا اليوم وبهذه الشعارات التي أعلنت الانطلاقة الأولى في هذه المسافة التي نرحب بها دائما وأبدا، ونلتقي في هذه اللحظات بمسافة 10 كيلومترات التي تعلن معها انطلاقة الكبار. في هذه اللحظات نرحب بسمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان، فمرحبا بهذا الحضور الكريم، مرحبا بحضورك سمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان المتابع حفظه الله والمقدم أيضا للهجنة التي دائما ما تحمل شعاره، وقدمت لنا المستويات القوية في مساء يوم الأمس عندما كان حاضرا شعاره ومنتزعا لخمسة أشواط عساها نواميس دائمة ومستمرة. هكذا متابعين الكرام أرحب بكل هذه الشعارات، وأرحب بالعيون التي تراقب عبر القنوات الناقلة قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسنج وقناة البدع وقناة الواحة التي لهما جزيل الشكر والتقدير لتغطيتهم المستمرة منذ أن بدأ هذا المهرجان. كانت البداية في صباحية يوم السبت 18 من شهر إبريل إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم وهذا الملتقى الذي يحمل لنا أشواط القدرة وأشواط الذلل الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. انطلق شوط 10 كيلومترات، وشوط 10 بسميه اليوم وليس شوط 10، ومقدمة الشوط والمركز الأول
يأتي دور رهان مع المركز الأول لهجن العاصفة متقدمة في هذه اللحظات وفي هذا الصباح الجميل. وينطلق معنا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير لرهان المسيطرة مع المركز الأول. المركز الثاني يأتي هنا دور لمعة مع المركز الثاني أيضا لحجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير. المركز الثالث ينضم هذا الاسم الكبير ليتقدم وتنطلق معنا شودة التي تحمل لنا الذكريات الجميلة وتحمل لنا ذكريات للعشرة كيلو مترات. وشودة اسم من اساطير سباقات الهجن العربية الاصيلة، صالت وجالت مع العشرة كيلومترات مع شواط القدرة. شودة المملوكة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في عملية التضمير. ايضا من المحاربين القدامى يتقدم مع شودة. المركز الرابع يأتي دور براقة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري، يتقدم بو عمر مع المركز الرابع. المركز الخامس يأتي دور شعار هجن الرئاسة تتقدم جميلة ويتقدم الأجمل من ذلك الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، يعرف هذه الأمتار جيدا وله إنجازات عديدة وله ماضي جميل وماضي مشرف وحاضر أقوى من ماضيه الفيلسوف. يتقدم مع المركز الخامس مع جميلة. كما أذكر كل المشاركين والمتابعين أنهيت النداء للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز التي تحمل في طياتها السيارات التي رصدت، والدعم المستمر بأن الخمس المراكز الأولى في أشواطنا الأربعة في صباحية هذا اليوم تحمل في طياتها السيارات التي رصدت بداية مع المركز الأول، حيث تحصل الفائزة على المركز الأول على السيارة الرينج روفر الحاضرة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يحصل ايضا على سيارة من نوع لكزس ستيشن للمركز الثاني. والمركز الثالث نيسان بلاتينيوم لثالث المراكز. والمركز الرابع ايضا هنالك الشفروليه الستيشن الحاضرة. والخامس ايضا خامس المراكز سوف يكون كذلك اللاند كروزر البيك اب الحاضرة للخمس المراكز الأولى. والمخرج أسامة الهواري يعطينا لقطة جميلة مع أحد الكوادر لكادر قناتيات للسيارات ولصراع الأصايل. أبدأ مع حضراتكم للمركز السادس والنداء حتى المركز العشرين، لأن الجوائز مستمرة والدعم متواصل لرياضة الآباء والأجداد. شكرا لأصحاب السمو الشيوخ على هذا الدعم الغير مستغرب وهذا التجمع الخليجي في عاصمة الميادين، حيث نلتقي في شوطنا الأول للحول وبعد ذلك للزمول لأصحاب السمو الشيوخ، وبعد ذلك شوطنا الثالث والرابع أيضا للذلل الأصايل وللزمول لأبناء القبائل. سادس المراكز بعد أن قضينا بالنداء على الخمس المراكز الأولى يأتي دور المركز الخامس أم المركز السادس. هنا الضبية تتقدم في هذه اللحظات
أم الخميسة مع المركز السادس تتقدم بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين اللي صدق في مواعيده في الختاميات وكان متواجدا. المركز السادس أم المركز السابع الضبية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان يقدم أسعيد بن مبروك الوهيبي سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز السابع الخميسة أم هنا نجدة تتقدم لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم أحمد بن علي العويسي في التضمير. المركز الثامن القادمة هنا دلمة المتواجدة في هذه اللحظات لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز السابع أيضا ينضم إلينا في هذه اللحظات بشعار سيد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود سعد بن طالب بن شريم. مرحبا ابو طالب المقدم لشرف المشرف بهذا الحضور وبهذه المشاركة. المركز التاسع القادمة هملولة لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد. المركز العاشر يتقدم هنا شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس الجنيبي مع الشاهنية. العشر المراكز الأولى قضينا منها ونستمر مع المركز الحادي عشر القادمة مفوضة لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيلي. مرحبا أبو سلطان ومرحبا بقدومك في هذه اللحظات. المركز الثاني عشر المتقدمة هنا وبرة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. مرحبا يا المميز مرحبا أبو أحمد. المركز الثالث عشر الشاهنية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بن سم المنصوري. المركز الرابع عشر دلما تأتي في هذه اللحظات ومعه هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الخامس عشر تواقى لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز السادس عشر هنا غزل في هذه اللحظات لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف السلطان المقبالي. المركز السابع عشر القادمه في هذه اللحظات الكايده لهجن الرئاسه مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. المركز الثامن عشر المتقدمه هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد. المركز التاسع عشر قادمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع فزعة والمضمر لفزعة علي بن راشد بن حمد بن غدير أم مع منحاف. وعاشرا هنا من تحمل الرقم أربعة خير وملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم في التضمير والاهتمام. المراكز العشرين يا بن جبرين قضينا عليها بالنداء والعودة إلى مقدمة الشوط إلى المراكز الأولى. يا سلام يا سلام على هذا الصراع وعلى هذا النزاع. كل هذه الأسماء التي نادينا عليها في هذا الصباح وفي النداء الأول فائزة معنا بالوثبة بالجوائز والكل فائز بالمشاركة في عاصمة الميادين. العودة إلى مقدمة الشوط. الله يا براقة براقة مع المركز الأول وشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المنتشي بو عمر مطر بن لاحق الهاجري عمار يا بو عمر عمار لهذا الشعار وإنجازاته القوية. المركز الثاني
لمعة تأتي مع المركز الثاني لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي لمح بريقه مع العاصفة وهجنها مع المركز الثاني. المركز الثالث الخميسة مع المركز الثالث لسمو الشيخ دياب بن سيب بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين. المركز الخامس من رابع يأتي دور ريحان لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، وخامسا شود لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع. ولكن قبح الواثق، قبح الواثق الخمس المراكز الأولى اللي فايزة معنا في السيارات باللاند كروزر بكب والشفروليه الستيشن والنيسان البلاتينيوم واللكزز الستيشن والرنج روفر مع العاصفة. حتى هذه اللحظة العاصفة تتقدم، العاصفة تهاجم أول أشواط الفترة الصباحية وأشواط القدرة ما بين الواثق ما بين المنتشي، المنتشي والواثق ما بين لمعة وما بين براقة، براقة ولمعة مين اللي يلمع بريقة مين اللي يلمع بريقة. وصلت أيضا في هذه اللحظات مفوضة لهجن الرئاسة هي القادمة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي، ولكن لمعة، لمعة مع العاصفة، لمعة مع المركز الأول. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. الله يا مفوضة يا مفوضة بو سلطان، ولكن الواثق 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 الواثق. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وللواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني مفوضة لهجن الرئاسة. تهانينا أيضا لعيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي. المركز الثالث براقة لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مطر بن لاحق الهاجري. رابع المراكز الخميسة لسمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. وخامسا أوصلت في الكايدة لهجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. الخمس المراكز الأولى الفائزة معنا في السيارات التي رصدت لأشواط القدرة، لأشواط العشرة، لأشواط العشرة كيلومترات التي عشنا معها أيام جميلة. وها نحن نعود في هذا الحاضر الجميل، من ليس له ماضي لا حاضر ولا مستقبل له. رحمك الله يا زايد وأسكنك فسيح جناتها. 16 دقيقة 19 ثانية جزء واحد من الثانية توقيتي لمعة. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الفوز والحصول على السيارة الرنج روفر. 16 دقيقة 19 ثانية ثمان أجزاء من الثانية هو التوقيت من مسافة العشرة كيلومترات لمن تحمل الرقم 10 مفوضة لهجن الرئاسة. تهانينا ولعيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي ايضا على حصولها على اللكزس الستيشن. 16 دقيقة 21 واربع اجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لبراقة. تهانينا لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة لمطر بن لاحق الهاجري على فوز براقة في المركز الثالث وحصولها على السيارة النيسان البلاتينيوم وايضا المركز الرابع.